يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل وفي العناوين. أليكسا في يومها الثالث، أمطار على الساحل وثلوج اعتبارا من 600 متر وانحصارها متوقع خلال ساعات. العثور على جثث متفحمة في النبك، وتقرير أممي يؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية 5 مرات في سوريا. إيران توقف محادثات فيينا مع القوى الكبرى ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد والرياضة. الصادرات الزراعية تسجل هبوطا وسط غياب الرؤى والخطط لحماية المزارعين. كاخية للمستقبل، سارفع الإيقاف عن لبنان وأنا رئيس اتحاد السلة. أهلا بكم. بلغت موجة الصقيع أليكسا أوجها، محملة بأمطار على الساحل وثلوج على المرتفعات المطلة على المناطق الساحلية وصعودا حتى الأعالي. وقد أفاد رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبي أن رقعة الأمطار والثلوج اتسعت لتشمل كل لبنان، على أن تبدأ بالانحسار تدريجيا بدءا من فترة بعد الظهر في الشمال وليلا في المناطق وصباح الغد في المناطق الجنوبية. وقد تساقطت الثلوج على البلدات المشرفة على بيروت اعتبارا من علي، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي عند نقطة ظهر البيدر. وللمزيد ننتقل إلى صوفر حيث مراسلنا ربيع شنطف. ربيع تفضل. نعم ماهر، في الحقيقة يعني ستغادر العاصفة أليكسا لبنان بعد زيارة استمرت لأربعة أيام. طبعا هذه العاصفة خلفت إيجابيات وسلبيات هنا في المناطق الجبلية. من الإيجابيات أنها خلفت الأبيض في المناطق القريبة نسبيا من الساحل، وخصوصا اليوم خلال فترة ما بعد الظهر كانت الذروة بتساقط الثلوج. الآن يعني هناك تساقط قليل، أو يعني يسمون هون نفانيف إذا صح التعبير. أيضا في من الإيجابيات أيضا أن هذه العاصفة سمحت لطلاب المدارس أن ينعموا بثلاثة أيام عطلة. أما من السلبيات في هنا في المناطق الجبلية أن هذه العاصفة أولا تسببت ببعض الأضرار في المناطق الجبلية، وأيضا تسببت وتواطأت مع وزارة الطاقة لتتسبب بقطع الكهرباء عن المناطق الجبلية لفترات طويلة نسبيا. على كل يعني من الإيجابيات أيضا هو لم شمل العائلات في هذه القرى، وكنا قد زرنا إحدى هذه العائلات وسوف نستمع سويا إلى أبرز ما قالوه لنا. بعدنا نحن على العادات والتقاليد القديمة، نستقبل نحن كل العوامل الطبيعية بتنبيه ذاتي من سلفنا من أجدادنا. نبقى محضرين تموين المازوت، الحطب، المؤن الشتوية، الطحين. قضيناها بصعوبة لأنه كانت كتير كتير قسية العاصفة، وبيتنا كبير نحن يعني صيفي أكتر ما هو شتوي. هلا بالنسبة لهي العواصف ورش كلها مسكرة، يعني عرفت كيف؟ حتى المجابل ما بتفتح، ما فيك تشتغل شيء. نعم يعني بالحقيقة هناك بعض الطرقات التي جرى قطعها نتيجة تساقط الثلوج، خصوصا طريق ظهر البيدر الذي قطع بشكل كامل خصوصا فترة بعد الظهر. أما في فترة يعني الصباح كانت القوى الأمنية تسمح فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية من العبور إلى منطقة البقاع. أيضا يعني شاهدنا العديد من الباصات وهي تعود أدراجها على اعتبار أن هناك خطورة نتيجة تكون الثلوج من الوصول إلى منطقة البقاع. يعني القوى الأمنية تطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر طبعا في هذه الظروف، وهي يعني تقول للمواطنين الغير مضطرين بالذهاب إلى منطقة البقاع أو إلى المناطق المرتفعة عن سطح البحر ما فوق 1000 متر، إذا كانوا غير مضطرين بالذهاب فهم يعني فلينتظروا انحسار هذه العاصفة التي من كما قلنا من المتوقع أن تنحسر ليلا وعلى أكثر تقدير خلال فترة ظهر غد. ماهر، شكرا لك. ربيع شنطف كنت معنا مباشرة من صوفر.
كيف بدا المشهد في اليوم الثالث على العاصفة أليكسا في العاصمة بيروت؟ التقرير لسلمان العنداري. مرت العاصفة أليكسا في يومها الثالث على خير في المناطق الساحلية وفي العاصمة بيروت، بالرغم من استمرار التدني في درجات الحرارة والأمطار التي هطلت. برودة الطقس هذه انسحبت على الحركة التجارية التي شهدت تراجعا. ما أخي أخوفونا بس على الفاضي، والله طلع على الفاضي، والله ما لقينا في شيء، بس العالم ما بقى عم تروح ولا عم تجي ولا عم بقى تشتغل. يعني في هلا بجبال في ثلج، يعني عاصفة مثل عادية، يعني ما انه شيء فوق العادي. وين العاصفة؟ وين هي العاصفة؟ يعني طبيعة الحال معظم الناس أخذت الحذر من هالمواضيع هيدي، خاصة بالنسبة للنسوين، إذا بدها الستات تنزل على السوق رح تخاف. هالموضوع أسرى أكيد. كانت لطيفة شفناها، ما وحتى هون ببيروت ما شفنا شيء جديد يعني. بس البرد مش عاصفة، البرد معروف بس مش عاصفة. ورغم قرار وزارة التربية بالإقفال لليوم الثالث على التوالي، خلقت بعض المدارس القرار ففتحت أبوابها أمام الطلاب، لا سيما في بيروت، وسط تأكيدات من قبل إداراتها بأن سوء الأحوال الجوية لم يكن فوق العادة، الأمر الذي لا يبرر إقفال المدارس وتغيب الطلاب. نعمة السماء حلت نقمة على العائلات السورية النازحة. طفل سوري بعمر 3 أشهر قضى من البرد في أكرون في عكار، بينما تتواصل معاناة النازحين في خيامهم. هو الطفل محمد خضر رعد ابن 3 أشهر ميت من البرد. ضاقت به الحياة من سوريا حيث الجرائم إلى لبنان حيث كان له الصقيع بالمرصاد. مات الطفل محمد من البرد في مكان بات للطفولة فيه صورة مغايرة عن تلك التي يجب أن تكون عليها، ولكن حتى في الظروف القاسية تحاول تلك الطفولة أن تقفز فوق المعاناة. هنا في بلدة عدوس غربيب علبك تبدو أدنى مقومات العيش مستحيلة للنازحين السوريين الذين قدموا من القصير قبل عام تقريبا، إذ إن الأمم المتحدة قطعت عنهم المساعدات منذ 4 أشهر من دون أي مبررات. نحن هون قاعدين معاناة، شو بدي لك، نحن قطعوا عنا التدفئة والكل والكلي، نحن ما عم يجيبونا لا أي جهة، إذا جابوا بيعطونا شي واحد اثنين هو بيلهفون، ما بيوصلون لعنا لهون للخيام، أولادنا بلا لباس وبلا تدفئة، نحن منطالب أي جهة معنية يطلع بحالتنا. في المقابل عملت آليات من الجيش على نقل مساعدات مختلفة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمصلحة عدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، بعد أن كانت عملت على إخلاء عشرات المواطنين المحاصرين بالثلوج. وفي سوريا قضى 23 سوريا منذ بدء العاصفة الثلجية وموجة البرد القارس، هم 10 أطفال و13 سجينا يقبعون في سجن حلب المركزي. استشهاد الأطفال نتيجة البرد القارس في مدينة الرستن جراء العاصفة الثلجية التي تمر بها هذه المدينة. الحزن والكآبة أقل ما يعكس حال هؤلاء الأطفال الذين يعانون بردا قارسا ويتضورون جوعا وسط سبات الأقربين والأبعدين. في هذه المخيمات خيم لا تقي طبعا من برد الشتاء وثلوجه وسيوله. هنا بشر يتكومون طلبا لدفء ما تبرد أطرافهم حتى التجلد ويموتون من شدة الإهمال. محصلة الأطفال السوريين الذين ماتوا بسبب الصقيع يرتفع مع استمرار العواصف في مناطق كثيرة داخل سوريا، وموجة البرد الشديد خلال اليومين الماضيين أودت ب10 أطفال حتى اللحظة، وعدد آخر في مخيمات الجوار من تركيا إلى لبنان فالأردن. البرد حتى الموت، تقرير من الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت فيه أن 4 أطفال حديثي الولادة قضوا في مخيم جرابلس بمدينة منبج في محافظة حلب، كما سجلت حالة وفاة واحدة لطفل في حي الميسر بمدينة حلب الثلاثاء، كما سجلت شبكة وفاة 3 أطفال في محافظة حمص وسط البلاد، 2 منهم في مدينة الحولة، وطفلة في حي الوعر، إلى وفاة طفلة في مدينة الحارة بمحافظة درعا. وذكرت تنسيقية مدينة الحارة المعارضة على شبكة التواصل الاجتماعي إن ريم محمد الحوامدة البالغة من العمر 16 عاما ماتت بسبب البرد وانعدام مواد التدفئة، فضلا عن عدم تناولها الطعام بشكل جيد منذ فترة طويلة. في سياق متصل كشف
المستشفى مدير الشبكة فاضل عبد الغني إنه تم تسجيل 13 وفيات لمعتقلين في سجن حلب المركزي بسبب البرد الشديد، مشيرا إلى أن الشبكة لم توثق أسماءهم حتى اللحظة. تأثير العاصفة أليكسا أصاب أيضا فلسطين المحتلة، فقد غطت الثلوج مناطق عدة في بيت لحم بالضفة الغربية، حيث وصلت سماكة الثلوج إلى 10 سنتيمترات، مما أدى لإغلاق بعض الطرق الرئيسية وتعطل حركة المرور. كما تساقطت الثلوج على قمم جبال نابلس والخليل ورام الله بالضفة الغربية، إضافة إلى مناطق عدة في القدس المحتلة مصحوبة برياح عاتية وعواصف رعدية. يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إفادة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقرير الأممي الذي أثبت استخدام الأسلحة الكيميائية 5 مرات في سوريا. ست مواقع من أصل 7 تفقدها مفتشو الأمم المتحدة تبين أنها كانت هدفا لهجمات بالأسلحة الكيميائية، هي الغوطة وخان العسل وجوبر وسراقب والأشرفية سحناية، في حين اعتبرت الأدلة غير كافية على حصول هجمات مماثلة في منطقتي بحرية والشيخ مقصود في حلب. ولم يرد اسم الجهة المسؤولة عن استخدام الكيميائي في التقرير المؤلف من 82 صفحة الذي تسلمه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون من وفد المفتشين برئاسة أكي سيلستروم على أن يدرسه مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل. وقد ذكر بان كي مون أن استعمال أسلحة كيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية ويجب السعي لإزالتها ليس من سوريا فحسب بل من العالم أجمع. وأكد التقرير النهائي أن البعثة جمعت أدلة دامغة ومقنعة على قصف غوطة دمشق بتاريخ 21 من آب بكميات كبيرة من صواريخ أرض المحملة بغاز السارين ضد الأطفال والمدنيين، وهي المجزرة التي حمل الغرب مسؤوليتها إلى القوات النظامية. وفي خان العسل حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات باستخدام الكيميائي، جمع مفتشو الأمم المتحدة معلومات جديرة بالثقة تؤكد حصول هجوم كيميائي في 19 من أذار 2013 ضد جنود ومدنيين. وفي جوبر بالقرب من دمشق عثر المفتشون على أدلة تتطابق مع استعمال محتمل لأسلحة كيميائية في 24 من آب 2013. أما في سراقب فأشارت البراهين إلى أن أسلحة كيميائية قد استعملت بكميات قليلة في 24 من آب ضد مدنيين. وفي الأشرفية سحناية جمع المفتشون مؤشرات على استعمال أسلحة كيميائية بنسبة ضئيلة في 25 من آب ضد جنود. عثر على عشرات الجثث المتفحمة في مدينة النبك بريف دمشق في مجزرة جديدة حمل الناشطون مسؤوليتها إلى كتائب الأسد وحزب الله ولواء ذو الفقار. وعلى وقع القصف والاشتباكات المتنقلة تظاهر أنصار المعارضة تحت شعار جمعات نقل المعركة لمناطق الاحتلال الأسدي. أسبوع تقريبا إلا وتظهر مجزرة جديدة في سوريا، وآخرها العثور على عشرات الجثث المتفحمة في أحد أقبية شارع الأمين بمدينة النبك في ريف دمشق. ناشطون سوريون حملوا مسؤولية هذه المجزرة إلى قوات النظام وحزب الله ولواء ذو الفقار. ريف العاصمة الذي يقصف من قبل قوات النظام لا سيما من اللواء 18 الذي يستهدف مدينة يبرود في القلمون يشهد كذلك معارك عنيفة بين كتائب الأسد والجيش الحر الذي قتل العميد الركن المهندس علي سليمان رمضان قائد مستودعات قوات النظام بمنطقة الضمير. الثوار استهدفوا أيضا معاقل لقوات النظام في قلب العاصمة، فيما المدفعية تدك أحياء عدة فيها أبرزها القابون. ورغم العاصفة الثلجية التي تضرب العديد من محافظات سوريا يستمر القصف على حماه وريفها، حيث اقتحم الجيش الحر حاجز اللالة بريف حماه الشرقي واغتنم دبابتين وقتل عددا من قوات النظام، فيما خرجت أرتال كبيرة للنظام من مطار حماه العسكري إلى ريف حماه الشمالي عبر طريق محردة. تزامنا تستهدف قوات النظام حي طريق السد ومدينة جاسم بدرعة، كما تغير بالبراميل المتفجرة على حي جورة الشياح بحمص وتدك بالمدفعية قرى في القنيطرة. وفيما يدك عناصر الجيش الحر كتائب الأسد المتمركزة في الفرقة 17 بالرقة،
تستهدف قوات النظام الأحياء المحررة لمدينة دير الزور في ظل المواجهات الدائرة في حي الحويقة. ورغم القصف العنيف ورداءة الطقس، خرج أنصار المعارضة السورية في تظاهرات جديدة تحمل شعار جمعة نقل المعركة لمناطق الاحتلال الأسدي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها مصعب أبو قتادة. أهلا بك سيد مصعب، لو تضعنا في تفاصيل التطورات العسكرية في دمشق لهذا اليوم وتحديدا مجزرة النبك. نعم حياكم الله وحيا الله جميع المشاهدين. بالنسبة لأهم التطورات دعني أبدأ من شهداء البرد. ما توثيق إلى الآن 7 أشخاص ماتوا بمخيمات اللجوء، بينهم 6 أطفال وسيدة تحت هذا البرد العاصف، منهم في جرابلس في مخيمات جرابلس، ومنهم في مخيمات إدلب، ومنهم أيضا في مخيمات أورفا في تركيا، وأيضا طفل في مخيم الزعتري في الأردن. أما بالنسبة للتطورات الأخرى في الصالحية، هناك حملات اعتقال في حي الشركتية حيث سجلت عدة اعتقال بالقرب من دخلة المختار. في القدم هناك قصف صاروخي عنيف على حي بورسعيد ومجمع القدم الصناعي، وتم استهداف الحي بصواروخ داود الإيرانية، وهناك حرائق ودخان كثير يتصاعد من المحال في مجمع القدم الصناعي، وذلك بعد استهدافه عصر في بالصواريخ. ايضا في عدرا هناك تقدم للجيش السوري الحر في عدرا وعدرا العماليه، والجيش الحر مؤخرا اعلن عن قتل الضابط اسامه مخلوف وهو الذراع الايمن لرامي مخلوف القريب من قوات من بشار الاسد ومن رامي مخلوف ايضا، واعلن الجيش الحر عن مقتل الضابط برتبه المقدم وذلك خلال اشتباكات في مدينه عدرا، ويعد المجرم الذراع الايمن لرجل الاعمال السوري المعروف رامي مخلوف ابن خال بشار الاسد واحد اكبر المشاركين في محاوله طمع الثوره السوريه. ايضا في أضمير اعلن الجيش الحر عن قتل العميد الركن المهندس علي سليمان رمضان قائد مستودعات الجيش الحر الجيش الاسدي بمنطقه أضمير، وهو من مواليد قريه الصومعه، تم قتله بهجوم قام به الجيش الحر على احد مستودعات الجيش الحر في أضمير، وتم ارسال صور هذا النافق لقناتكم. ايضا في يبرود هناك قصف عنيف من اللواء 18 استهدف يبرود وركز على حي القامعيه. بالنسبه للنبك كل يوم نكتشف مجزره جديده، الان وربما وصل عدد الشهداء في النبك منذ بدايه الحمله العسكريه الى 300 شهيد، منهم حقا ومنهم ذبحا ومنهم قتلا رميا بالرصاص. اشكرك. مختلفهم من الاطفال ومعظمهم من اطفال والنساء والشيوخ. شكرا لك مصعب ابو قتاده، نعتذر ولكن لضيق الوقت كنت معنا مباشره من دمشق. أعلنت قيادة لواء الأبابيل عن اختفاء النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر وثلاثة من مرافقيه بعد دخولهم إلى الأراضي السورية آتين من تركيا، وأفيد بأن الاتصالات انقطعت معهم من مقر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وما بعده. يذكر أن الواوي دخل إلى سوريا لاطمئنان إلى عناصره، وذلك بعد الخلافات الحادة التي حدثت والتطورات على الأرض. أمهلت الأمم المتحدة النظام السوري والمعارضة في سوريا 14 يوما لتحديد وفديهما إلى مؤتمر السلام، فيما أكدت واشنطن أنها ستواصل دعم الجيش الحر رغم المكاسب الميدانية التي تحققها الكتائب الإسلامية. تمضي التحضيرات قدما لعقد مؤتمر السلام بشأن سوريا في 22 من كانون الثاني المقبل، والذي لم تحدد بعد اللائحة النهائية للمشاركين فيه وسط معلومات عن وصول عدد الدول المشاركة إلى 30. وفي الانتظار أمهل الموفد الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي النظام والمعارضة حتى 27 من كانون الأول الجاري لتسليمه لائحة بأسماء وفديهما إلى المؤتمر الذي قد ينقل من جنيف إلى مدينة مونرو السويسرية. التحضيرات لمؤتمر السلام الثاني بشأن سوريا واكبته التطورات الميدانية لافتة في الداخل السوري تتابعها واشنطن باهتمام بارز، وهو ما دفع وزير الدفاع تشاك هاجل إلى القول إن النكسات التي منيت بها المعارضة المعتدلة أمام الكتائب الإسلامية زادت الوضع تعقيدا، ولكنه أكد أن واشنطن ستواصل دعم الجيش الحر إلا أنها قررت تعليق مساعداتها من الأسلحة غير الفتاكة إلى الثوار في شمال سوريا إلى حين معرفة من هي المجموعات التي تسيطر على مخازن الأسلحة وعلى نقاط العبور عند الحدود التركية.
من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الأوروبية بتحصين نفسها حيال اللاجئين السوريين بعدما اقترحت فتح أبوابها لنحو 12 ألف لاجئ، علما أن عدد الذين فروا من بلادهم يتخطى 2,300,000 شخص. وقالت المنظمة إنه يجب أن يحني القادة الأوروبيون رؤوسهم خجلا، مؤكدة أن 18 دولة أوروبية بينها بريطانيا وإيطاليا لم تعرض استقبال أي لاجئ. النشرة بعد الفاصل. إخلاء مبنى آي للسقوط في مدينة طرابلس. أهلا بكم من جديد. نفت منسقية الإعلام في تيار المستقبل الكلام المنسوب إلى الأمين العام للتيار أحمد الحريري في تحقيق نشرته جريدة السفير اليوم عن بلدية بيروت، والذي يتضمن إشارة إلى أنه قال: لقد دقنا ذرعا من أداء بلال حمد وتفرده بالقرارات. وأكدت المنسقية أن ما نقلته الصحيفة عن لسان أحمد الحريري لا أساس له من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو مجرد دس رخيص لا قيمة له على الإطلاق، ولا يؤثر أبدا على متانة العلاقة التي تجمع تيار المستقبل وأمينه العام برئيس بلدية بيروت بلال حمد وبكافة أعضائها. اطلع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد على سير معالجة ملف فيضان المياه في نفق المطار. سليمان بحث من جهة أخرى مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين التحضيرات لانعقاد مؤتمر جنيف 2، بالإضافة إلى خطوات تفعيل خلاصات مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد في نيويورك. الاستعدادات لعقد مؤتمر جنيف 2 عرض له الرئيس ميشيل سليمان أيضا مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري. نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي نفى وجود أي سجال بين وزارتي المال والأشغال، مؤكدا تعاون الوزارة مع النيابة العامة المالية. لا في سجال بين وبين وزارة الأشغال، المعلومات كلها القانونية موجودة ولح تكون موجودة. وزارتنا نحن مفتوحة من زمان وجاي في تعاون قائم دائما بين وبين النيابة العامة المالية. في طرابلس أدت مخالفة في زيادة عدد طوابق أحد المباني إلى تصدعه مهددا قاطني الذين أخلوه. أساسات هذا المبنى قرب مسجد خديجة في منطقة أبي سمراء في طرابلس مؤهلة لحمل بناء مؤلف من 7 طبقات، إلا أن صاحب المبنى قرر تشييد طابقين جديدين مخالفين ليصبح المبنى مؤلفا من 9 طبقات. هذه المخالفة كانت كفيلة بإحداث تصدعات في جدران المبنى وتسببت في خروج قاطنيه منه خوفا من سقوطه. بنايتنا بشت الصبح طقطقت وعم تنزل شوي شوي بينزل منها شقف، مخالفة بنت طوبقين فوق ما خلينا مرجع الدولة إلا ما رحنا لعنده وقلنا له القصة 1 2 3، ما حدا مجاوب معنا. حتى في احد مطارح كنت انا ورئيس المخفر بلديه هون ابو سمرة اتصلنا باللي عم يعمر النيلو هيك هيك القصه ونروحوا بلطوا البحر. الدوله ما في دوله، روحوا بتشكوا للدوله. البنايه اللي حدا عم يخطروا انه في زعمه توقع علينا، في خطوره على البنايه اللي جنبها. هلا انتم طلعتوا من البيت؟ هلا في ناس طلعوا، في ناس طلعوا، في ناس ما طلعوا، ما عندهم محل يروحوا. الصبح دقوا علينا الجيران، في تصدع بالبنايه، البنايه عم توقع. نزلنا بالبيجامات وهربنا. هلا ناطرين، طلع المهندس رئيس البلديه طلع الصبح شايف، وهلا حيبعث مهندسين يعملوا كشف. هلا نحن قاعدين بالشارع ناطرين، معنا محل نقعد فيه. هذا ويتم التواصل مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين إيواء مؤقت للعائلات المقيمة في المبنى المذكور، وقد عمدت قوى الأمن الداخلي إلى قطع الطرق المؤدية للمبنى وأخلت محيطه خوفا من انهياره. نبقى في طرابلس حيث قطع مواطنون طريق السويقة احتجاجا على عدم إخلاء سبيل حاتم الجنزرلي، وقد تدخلت على الفور وحدات الجيش وعملت على إعادة فتح الطريق. كما قطع مواطنون طريق باب الحديد احتجاجا على توقيف امرأة، فيما عملت وحدات من الجيش اللبناني على فتح الطريق. لا شك أن الوسائل الإعلامية التي تدور في فلك حزب الله تقوم بحملة تشويش على مسار التحقيق الدولي وبدء المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. التقرير لربيع شنطف. لا شك أن العارفين بمهنة الإعلام سيرون أن أهم فقرة من كلام المحقق الدولي بو أوستروم عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي هذه:
The initiator, the mastermind of the killing of Hariri comes from Syria, period. From Syria? That's my opinion, yes. So Syria gave order to Hezbollah to kill Mr. Hariri? Yes, that's my opinion. لكن للإعلام الأصفر رأي آخر، فالأهم هو الإيحاء أن لواء الشهيد أسامة الحسن هو من شارك في ارتكاب الجريمة. هذا الإيحاء ركز عليه معدو ومقدمو برنامج تحت طائلة لا مسؤولية، محاولين استدراج أوستروم المطرود من لجنة التحقيق الدولية بسبب سلوكياته وأخذه إلى مكان آخر، علما أن أوستروم استدرك وقال لاحقا ما حرفيته: You mean that Mr. Wissam al-Hassan gave that information? No, I didn't say that. What I said was that there was only one person up until very, very close the time of departure from Kuwait to the Palmer. There was only one person who had information about the route to be taken. Yes. That was Wissam al-Hassan? Yes, that's right. البرنامج يصف أوستروم باليد اليمنى للمحقق الألماني ديتليف ميلس ويبني كل الحلقة على أقواله. أما ميلس فيقول: خلال ولاية وسام الحسن لم يكن في أي مرة مشتبها به في القضية. 7 سنوات عاش لواء الشهيد بعد اغتيال الرئيس الشهيد، فهل كان المطلوب أن يستشهد يوم 14 من شباط 2005 كي يرتاح أولياء الإعلام الأصفر؟ وبالتالي ألم يدفع الحسن حياته ثمن بحثه عن من اغتال رئيس الشهيد؟ وقبل ذلك ألم يتعرض الحسن لتهديدات علنية من قبل حلفاء المتهمين بقتل الحريري، ما يشير إلى أن القاتل واحد؟ بقول له للمجرم أبو مازن وسام الحسن: أعلى ما في خيلك ركبته والرد قادم وسريع. أن نهاية وسيم الحسن وأشرف ريفي التي لم تنجز كما يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال رفيق الحريري ستكون نهايتهم بهذا الملف. مين هو وسام الحسن؟ ومين هو معلمه بتاريخ لبنان؟ فإذا مش مين ما كان بدق بالتوتر العالي وبيضل طيب. التوتر العالي بفحمه. الله أكبر. ويبقى التساؤل: هل فكر معدو ومقدمو البرنامج الذين لم يحترموا حرمة الشهادة بمشاعر عائلة لواء الشهيد ومشاعر مئات الآلاف من محبي الشهيدين؟ وهل أن ما فعلوه يندرج في خانة الحقد التاريخي على الحريري والحسن، وبالتالي تنفيذ إيحاءات حزب الله وحليفه بشار الأسد بتشويه الحقائق وحرفها عن مسارها عشية المحاكمات التي ستنطلق في 16 من الشهر المقبل؟ أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن وحدة الجنوب الإقليمية تمكنت بالتنسيق مع مديريتي بيروت وجبل لبنان من إلقاء القبض على أفراد عصابة مؤلفة من 3 لبنانيين تقوم بترويج عملة أمريكية مزيفة من فئة $100 والقيام بأعمال نصب واحتيال وتزوير، وضبطت معهم مبلغ $1 مليون أمريكي مزيف وسيارة صوني، بالإضافة إلى مسدس حربي مع ذخيرته وترخيص حمل سلاح حربي مزور. حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين على المدعي عليه أحمد ياسين بالسجن سنة بتهمة بيع لحوم ودواجن منتهيات الصلاحية، وكانت هذه المواد الفاسدة قد ضبطت في مستودع عائد لياسين في أيلول من العام 2011. كرمت دار الأيتام الإسلامية مديرها السابق محمد بركات تقديرا لعطاءاته. مجمع محمد بركات اسم أطلقته عمدة المؤسسات التابعة لدار الأيتام الإسلامية ومديرها العام خالد قباني على مركزها الرئيس في منطقة الطريق الجديدة، وذلك تكريما لبركات الذي أدار الدار خلال 51 عاما. حفل إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم بركات حضره الوزير وليد الدعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد قباني ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وهشام الجارودي ممثلا الرئيس المكلف تمام سلام وحشد من النواب وشخصيات. كنت رائدا من رواد العمل الخيري والإنساني والرعائي، لم تعد دور الرعاية دور إيواء بل أصبحت دور إنماء، ولم تعد مؤسسات الرعاية الاجتماعية مؤسسات أهلية منكمشة على ذاتها مناطقيا أو طائفيا، بل أضحت
منظومات طوعية خيرية وطنية في خدمة المجتمع. أؤكد بأن كل ما أعطيته لدار الأيتام تستحقه وأكثر، وسأبقى أحمد الله على أنه أعطاني نعمة التوفيق بإزاحة الستار عن هذه اللوحة. تضيء دار الأيتام مجدداً على جوهرها الإنساني وأصالتها لتتابع السير على طريق الخير. عمدة مؤسسات دار الأيتام فاروق جبر أكد السير على خطى بركات مشيداً بقيادة قباني للدار. في الأخبار الدولية بعد الفاصل، كاري في زيارة جديدة إلى المنطقة، وعباس يرفض نشر قوات إسرائيلية بالضفة الغربية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. أليكسا في يومها الثالث، أمطار على الساحل وثلوج اعتبارا من 600 متر وانحصارها متوقع خلال ساعات. العثور على جثث متفحمة في النبك، وتقرير أممي يؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية 5 مرات في سوريا. إيران توقف محادثات فيينا مع القوى الكبرى ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة. أوقفت إيران المفاوضات في فيينا مع خبراء المجموعة الست لبحث تفاصيل اتفاق جنيف النووي، بعدما أضافت واشنطن إلى لائحتها السوداء أفرادا وشركات بتهمة دعم الأنشطة النووية الإيرانية. عائق جديد أمام المفاوضات الإيرانية مع القوى العظمى تمثل هذه المرة بقطع فريق الخبراء الإيرانيين مفاوضاتهم مع خبراء مجموعة الـ5+1 التي بدأت الاثنين الماضي وعاد إلى طهران للتشاور. الاتحاد الأوروبي أعلن من جهته أن المفاوضات التي علقت ستستأنف قريبا، ورأى المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد مايكل مان أنه من الضروري مواصلة العمل بعد 4 أيام من المحادثات في فيينا، مشيرا إلى مشاورات في العواصم على أمل أن تستأنف المفاوضات الفنية في الوقت القريب. القرار الإيراني تبع قرارا أمريكيا بتوسيع لائحته السوداء لتضم 12 فردا وشركة يشتبه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولية المفروضة على طهران وتقديم الدعم إلى البرنامج النووي. وفي أول رد فعل دانت طهران عبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الدولية عباس عراقجي قرار الولايات المتحدة توسيع لائحتها السوداء، معتبرا أنه مخالف لروح اتفاق جنيف حول الملف النووي، كاشفا عن رد الفعل المناسب بعد درس الوضع. أما الدلالة الأبرز فتوجد بهجوم رئيس الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري على حكومة الرئيس حسن روحاني، وهو ما وصف بأنه أكبر مؤشر حتى الآن على ظهور انشقاقات بين أعمدة النظام الإيراني الرئيسة منذ التوصل لاتفاق جنيف النووي. في المقابل أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستعمل لإيجاد حل متكامل للقضية النووية الإيرانية ينص على رفع كل العقوبات المفروضة على طهران. دعت حركة 6 أبريل المصرية أنصارها للخروج في مسيرات حاشدة اليوم ضد قانون التظاهر، مؤكدة استمرار هذه التحركات حتى إسقاط هذا القانون. من جهتها دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات جديدة بعد صلاة الجمعة تحمل شعار الطلاب يشعلون الثورة، في إشارة إلى الاحتجاجات اليومية التي ينظمها أنصار الإخوان المسلمين في الجامعات المصرية، والتي غالبا ما تنتهي بمواجهات عنيفة مع الأمن المصري. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني توصلت إلى اتفاق بخصوص رئيس الحكومة الجديدة الذي سيخلف علي العريض. ورفض العباسي الإعلان عن اسم الشخصية التي توافقت عليها القوى السياسية، غير أن بعض التسريبات كشفت أن المشاركين في الحوار الوطني أجمعوا على تسمية مصطفى الفيلالي رئيسا للحكومة العتيدة ومعه فريق عمل من 5 أشخاص. قتل 15 شخصا عن طريق الخطأ عندما استهدفتهم غارة جوية أثناء توجههم إلى حفل زفاف في محافظة البيضاء وسط اليمن، بعد الاعتقاد أن موكبهم هو قافلة لعناصر تنظيم القاعدة. من جهة أخرى بث التلفزيون الحكومي اليمني مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة لانفجار السيارة المفخخة الذي استهدف يوم الخميس الماضي المستشفى العسكري في مجمع وزارة الدفاع بصنعاء، كما عرضت مشاهد مروعة لعمليات القتل التي ارتكبها المسلحون الذين اقتحموا المجمع بحق عدد من الأطباء والمرضى. التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة جديدة لدفع مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قدما، والتوصل للاتفاق النهائي وليس تسوية انتقالية بين الطرفين.
وجاء لقاء كاري مع نتنياهو بعد محادثات أجراها بالأمس في رام الله مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، الذي رفض الخطة الأمريكية القاضية بوجود عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية لمدة 10 أعوام. أعدمت السلطات الكورية الشمالية جانغ سونغ تيك عم رئيس البلاد كيم جونغ أون على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد ومحاولة الإطاحة بالنظام الحاكم. وكان جانغ صاحب نفوذ واسع داخل دائرة الحكم ومسؤولا عن متابعة تسلم الزعيم الكوري قيادة البلاد بعد رحيل والده الزعيم السابق كيم جون إيل في العام 2011. في الاقتصاد بعد الفاصل، الصفدي يبرر عدم البحث في موازنة العام 2014. الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب، تفضل باسل. شكرا ماهر، أهلا بكم. سجلت الصادرات الزراعية هبوطا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري وسط غياب الرؤى والخطط التي تحمي المزارعين والمنتجات اللبنانية. تقرير والتفاصيل. 3 سنوات مضت وتراجع سيد الموقف في القطاع الزراعي، كما أن الخطوات التي أقرها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي ووافقت عليها معظم الأحزاب في لبنان لم تطبق. للأسف نصفت كل المقررات ولم يطبق شيء. بعدنا يعني رجعنا للصفر، واليوم اللي عم نعانيه هو بعده ما يزال المخاطر كتير عالية بالقطاع الزراعي. المزارع عرضة للخطر كل يوم، مع أوقات ما بيقدر يبيع إنتاجه من جراء الكساد أو من جراء الإغراق اللي عم بيتعرض له. وبالصادرات كمان عندنا مشكلة كبيرة بالأزمة السورية اللي أوقات بتسكر الطريق، أوقات بتزيد كلفة الشحن. رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك يقول إن وزارة الزراعة لم تتمكن من معالجة أزمة التصدير عبر الحدود مع سوريا. ما كان في إلى أي دور وزارة الزراعة بهيدي الفترة إيجابي قدر أنقذ القطاع أو عطيه نمو أو تحضيرات للاستفادة من الأزمة السورية. 3 سنين الماضيين كان فشل زريع، وكان ضربة بهالفترة ضربة كتير كبيرة للقطاع الزراعي من جراء رفضه تنفيذ المقررات اللي طلعت بالمنتدى. هبوط ملحوظ سجلته الصادرات الزراعية في الأشهر 6 الأولى من العام. الصادرات بال 2010 من أول 6 أشهر 2010 لأول 6 أشهر 2013 نازل الصادرات 14.3%، مع أنه قبل 2010 كانت في نمو سنوي بالنسبة للصادرات الزراعية بلبنان، كان مفروض لما الأزمة السورية تبقى نمو طالع. دون خطط ورؤى من وزارة الزراعة تبقى سوق المنتجات الزراعية عرضة للإغراق والمنافسة، ويبقى المزارعون عرضة للخطر والقطاع في وضع كارثي. في بورصة بيروت جرى تداول سهمين فقط هما سوليدار آ وسوليدار بي، حيث سجل سوليدار آ استقرارا عند $11.30 وتراجع سوليدار بي 1% إلى $11.19. وعالميا سجل اليورو دولار 37.33، أما الذهب فاستقر عند $1230 للأونصة. قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي إن النقل يجري الآن من مرفأ طرابلس بالعبارات الكبيرة التي تدخل إليها الشاحنات المحملة وتنتقل من لبنان إلى الدول العربية عبر تركيا أو مصر، مشيرا إلى أننا مضطرون لإمداد اقتصادنا وشرايين الحياة في لبنان بالإمكانات الضرورية، وذلك لا يتم إلا من خلال التعاون بين الحكومات من جهة والمرافق والشركات العاملة في هذا المجال من جهة أخرى. كلام العريضي جاء خلال افتتاحه الندوة التي نظمتها الجامعة العربية في بيروت بحضور رئيس الجامعة عمرو جلال العدوي وعميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال نهال فريد ورجال أعمال وأصحاب شركات نقل وطلاب. وشكل عنوان الندوة إدارة سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، سلاسل الفرص والتحديات. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي قال خلال لقائه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال بريج سابونجيان إن وزارة المال تحاول مساعدة القطاعات المتعثرة في هذه المرحلة الصعبة لتفادي تعرضها لخسائر، إلا أنه لمح إلى تأثر مدخول الدولة بمداخيل الصناعيين، وبرر الصفدي عن سبب عدم البحث في موازنة العام المقبل. وزارة المالية بدون شك هذا واجبها الأساسي الاقتصادي، ولكن بنفس الوقت نحن مدخولنا كوزارة مالية هو من الناس، من التجار، من الصناعيين، من الكل. إذا التجار والصناعيين لا سمح الله مداخيلهم انصابت، معناتها مدخول الدولة اللبنانية كلها تنصاب،
لأنه نحن دخلنا هذا هو الأساس. إذن هو تعاون، برنامج تعاون بين المنتج وبين وزارة المالية وخاصة وزارة الصناعة اللي عم تلعب دور أساسي بهذا الموضوع. نحن بما يخص موازنة 2014 مثل موازنة 2013 مثل موازنة 2012 حضرناها ورفعناها إلى مقام مجلس وزراء. نحن بعد ما لم نبحث بموازنة 2014 حتى الآن لأنه ما في مجلس وزراء. إذن هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. في الرياضة بعد الفاصل، ريبيري يعتبر أنه الأجدر للفوز بالكرة الذهبية. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. تفضل هبة. شكرا ماهر، أهلا بكم إلى نشرة الرياضة، حيث أعلن رئيس الاتحاد اللبناني السابق لكرة السلة بيير كخيا يوم أمس التحدي في الانتخابات المقبلة لاتحاد اللعبة، وذلك خلال برنامج فيوتشر سبورتس. كخيا قال: لا أحد يستطيع ابتزاز عائلة كرة السلة اللبنانية، وأتحدى أي شخص أن يبقى على إيقاف لبنان دوليا، وأنا على رأس الاتحاد، وهدفي إيصال لبنان إلى أولمبياد ريو في البرازيل. عندنا القدرة بعلاقاتنا الدولية مع ناس اقوى بكثير باللي هن موجودين بلبنان، انه هيدا البند بده ينصار. كل اللي بيعرفوا، انا بدي لكم بخلفوا، العلاقات دوليا هي علاقات شخصيه، صح؟ الاتحادات الدوليه تتعامل مع الدول عبر الاشخاص، وبالتالي الشخص القادر بيقدر يحول الابيض اسود والاسود ابيض. ما تخافوا، نحن كثير قادرين انه نعمل اللي ما بينعمل. أحرز منتخب لبنان لكرة الصالة المركز الأول في منطقة غرب آسيا بعد أن أنهى التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2014 في الصدارة بتعادله مع الكويت 2-2. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها لبنان بطلا، حيث سبق أن حقق الإنجاز عام 2009 في الدوحة. أقام فريق الأهلي المصري بطل إفريقيا حصة تدريبية يوم أمس في مدينة مراكش المغربية استعدادا لمباراته مع بطل آسيا فريق جوانغزو غدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لأندية كرة القدم. يذكر أن الفائز بلقاء الغد سيتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي ليلة الثلاثاء القادمة ببطل أوروبا فريق بايرن ميونخ الألماني. أشارت صحيفة ديلي مايل البريطانية إلى أن مهاجم نادي مانشستر يونايتد وين روني هو الأعلى دخلا في الكرة الإنجليزية بعد أن كشفت عن دخل يصل إلى 45 مليون باوند سنويا، بينما يحتل المركز الثاني ريو فيرديناند بمدخول يتجاوز 37 مليون باوند، في حين يقع في المركز الثالث ثنائي تشيلسي فرانك لامبارد وجون تيري ب 29 مليون باوند. كشف اللاعب الفرنسي لنادي بايرن ميونخ الألماني فرانك ريبيري أنه الأجدر للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام. ريبيري قال: بشكل خاص أشعر بأنني قريب من تحقيق الحلم والتتويج بالجائزة، وأضاف: نعم رونالدو مرشح لللقب، ولكن من وجهة نظري ميسي مرشح أكثر منه، ولكن أعتقد أنني المرشح الأقوى والأجدر بنيل الجائزة، وما علينا غير الانتظار. في الإطار نفسه أكدت إحدى المحطات الإذاعية الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحضر نهاية الأمر حفل تسليم الكرة الذهبية، وذلك نقلا عن مصادر في نادي ريال مدريد. هذا ودارت تكهنات خلال الأيام الأخيرة حول حضور رونالدو الحفل المقرر له في 13 من كانون الثاني المقبل بعد الجدل الذي اندلع بشأن تصريحات رئيس الفيفا جوزيف بلاتر. أكد نادي ميلان الإيطالي أن النجم ستيفن الشعراوي سيغيب مجددا عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وأوضح النادي أن الشعراوي شعر بالألم بعد مباراة أياكس أمستردام الهولندي يوم الأربعاء الفائت ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، حيث كشفت الفحوصات عن وجود التهابات في قدمه اليسرى التي سبق وعانى من إصابتها. يذكر أن ميلان هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل لدور 16 في تشامبيونز ليج. في الان بي اي استرد بورتلاند تريل بليزرز اعتباره من هيوستن روكيتس، وعزز الصداره في المنطقه الغربيه بالفوز عليه ب 111 نقطه مقابل 104 نقاط. وبهذه النتيجه سجل بورتلاند الانتصار التاسع عشر له هذا الموسم بعد ان احرز
لماركوس ألدريدج 31 نقطة، في حين برز في صفوف هيوستن دويت هاورد ب 32 نقطة. هذا كل شيء في الرياضة حتى الساعة، ألقاكم في المسائية. والآن إلى النشرة الجوية. كتل هوائية باردة نسبيا بعد عم بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الجمعة لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان متقلب، أحيانا غائم جزئيا وأحيانا غائم مع أمطار وثلوج متقطعة اعتبارا من علو 700 متر وما دون للمناطق الشمالية. نسبة رطوبة أدناها 40 أقصاها 75%، اتجاه رياح جنوبية لجنوبية شرقية سرعتها بين 12 وال 35 كيلومتر بالساعة، ولما تشتد توصل ل 50 كيلومتر بالساعة. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 19 درجة. أقصى درجة الحرارة المتوقعة لليوم نبدأ على طرابلس 11، 10 بجبيل، 11 درجة بصيدا وصور و12 العاصمة بيروت، درجتين للكرعون وزحلة، 4 لبيت الدين، 5 تحت الصفر لفقرة، و4 درجات تحت الصفر للأرز خلال النهار. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. أليكسا في يومها الثالث، أمطار على الساحل وثلوج اعتبارا من 600 متر وانحصارها متوقع خلال ساعات. العثور على جثث متفحمة في النبك، وتقرير أممي يؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية 5 مرات في سوريا. إيران توقف محادثات فيينا مع القوى الكبرى ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة. وكان في الاقتصاد، الصادرات الزراعية تسجل هبوطا وسط غياب الخطط لحماية المزارعين. وفي الرياضة، كخيا للمستقبل، سأرفع الإيقاف عن لبنان وأنا رئيس اتحاد السلة. ختام نشرتي من الميدان لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية.